مشاهدينا مشاهدي نور التعليم العالي، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من نقطه تحول. النهارده معانا معاكم في الاستوديو الاستاذ الدكتور سامي عبد الله مرسي، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد واخصائي مناظير الجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، والحديث عن الكبد وامراض الكبد وكيفيه علاج هذه الامراض. دكتور سامي، في البدايه برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيكي. يعني الحقيقه دكتور، لما يذكر الكبد يعني كثير جدا اكيد من الساده المشاهدين يكونوا مهتمين بالاستماع لهذا الحديث وهذا الموضوع. للأسف الشديد دكتور، أمراض الكبد وانتشار هذه الأمراض في الفترة الأخيرة، يعني المؤشرات والاستطلاعات بتقول إنها أرقام يعني تعد كبيرة جدا على أرقام هذا المرض في مصر. في البداية نتعرف من حضرتك أصلا على الكبد كجهاز وأهمية هذا الجهاز لجسم الإنسان. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الكبد هو بيعتبر أكبر عضو في الجسم، مكانه في أعلى البطن، الجهة اليمنى، أسفل القفص الصدري. له عدة وظائف. هو مسؤول عن هضم المواد السكرية والمواد البروتينية و هضم المواد الدهنية كذلك. مسؤول عن الهضم بتاع الثلاث مواد ديت. برضو كذلك مسؤول عن عملية تجلط الدم، فهو مصدر لفيتامين كي اللي مسؤول في بعض الأحيان عن عملية تجلط الدم، ولذلك المريض بتاع الكبد لما بيوصل لمراحل أخيرة بيبقى عنده دايما نزيف أو مل النزيف. كذلك الكبد بيخلص الجسم من أنواع كثيرة من السموم. إنتاج بعض الفيتامينات الA والD والE والK. كل الفيتامينات ديت برضو الكبد مسؤول عن إنتاجها للجسم. طيب الحقيقه دكتور، بنعرف ان في امراض كثيره جدا ممكن تصيب الكبد. هل نقدر نرتب هذه الامراض من حيث خطورتها، ولا كل مرض يصيب الكبد هو خطوره على الجسم؟ هو كل مرض بيصيب الكبد هو خطر، لكن احنا هنقسم الامراض اللي بتصيب الكبد الى امراض يعني على مساحه الكبد كله بنقول عليها ديفيوز، يعني بتاخد كل الكبد، بتصيب كل الكبد. وفي امراض بتبقى فوكل، يعني تاخد جزء بسيط من الكبد او اجزاء بسيطة من الكبد. وفي امراض التهابية، يعني بتبقى سببها ميكروب او اشياء تانية برضو، يعني زي الخراج الكبدي والامراض اللي هي زي الاكريموكوكس، حاجات يعني انواع من الديدان برضو بتصيب الكبد. بالنسبه للامراض الديفيوز اللي هي المنتشره ديت، يعني بتاخد كل مساحه الكبد، في منها الدهون، دهون الكبد، فدي بيبقى تحول الخلايا الى جزء كبير بيصيبها بترسب المواد الدهنية فيها، وده طبعا بيقلل من وظيفة الكبد، وبعد كده لو اتسابت ممكن تؤدي إلى تليف في الكبد. الجزء الشيء الثاني برضو اللي بنقول عليه من الحاجات المنتشرة في الكبد كله، اللي هو مرض التليف الكبد. الجزء الثالث هو الالتهابات الكبدية، اللي هي بنقول عليها الالتهابات الفيروسيه الاي والبي والسي والدي والاي، والفيروسات كلها الكبديه. في حاجات اللي هي بنقول عليها الجلايكوجين ستورج، اللي هي ماده الجلايكوجين تخزينها بيبقى فيه عيب فيه. الجزء الثاني مش بيصيب الخلايا، بيصيب الاجزاء اللي بين الخلايا. اللي هي القنوات المرارية، ممكن يبقى انسداد في القنوات المرارية او انسداد في القناة الرئيسية نفسها. ودي طبعا امراض
بتسبب ارتفاع نسبة الصفرة في الدم، وبيبقى يعني من السهل تشخيصها طبعا لما الطبيب بيبص في عين المريض على طول. الشيء الثالث اللي هي الأمراض الفوكل أو اللي هي بتاخد جزء بسيط، دي طبعا بتبقى ممكن تكون أمراض حميدة وممكن تكون أمراض خبيثة. لا قدر الله. الانفلاماتوري بعد كده اللي هي أمراض صديدية زي الخراج الكبدي، زي الأميبا اللي بتصيب الكبد، الإيكاينوكوكس وده نوع من الديدان بينتقل عن طريق الناس اللي بتربي كلاب في بيوتها وما بتبقاش نظيفة يعني. كل دي أمراض برضو بتصيب الكبد. دي تقسيمة أمراض الكبد عموما. تمام. الحقيقة فهمنا من كلام حضرتك دكتور سامي إنه زي ما حضرتك قلت في أمراض بتصيب الكبد بتكون منتشرة على نطاق واسع وبعدها على نطاق ضيق. نفهم من كلام حضرتك إنه الأمراض اللي على نطاق واسع خطورتها أكبر من اللي على نطاق ضيق، ولا مش شرط ممكن اللي على نطاق ضيق لكنها يعني لا قدر الله خبيثة تبقى مشكلتها أكبر. بالظبط. طيب فازاي بقى الانسان او يعني المريض يجي لحضرتك وطبعا يشخص هذا المرض ونعرف اولا انها على نطاق واسع او نطاق ضيق، يعني هل هي دي اول طبعا مرحله من مراحل العلاج؟ هو يعني طبعا مريض الكبد غالبا ما بيكتشف بالصدفه، يكون رايح يعني أصلاً دي مشكله طبعا هذا المرض لان هو ملوش شكوى يعني الا ايه لما نسال حضرتك هل في اعراض معينه ممكن نقول ان هذه الاعراض هي أعراض لا قدر الله المرض في الكبد؟ الأعراض مثلا الأمراض اللي هي الفيروسية مثلا أو الالتهابات الفيروسية، بيبقى المريض كل شكوته أنه بيحس بكسل، ميل للنوم، مش قادر يقوم بعمله. أدي شكوى بس كده، مش حاجة ظهورية، الهضم عنده مش مظبوط، عمال يلف على الأطباء وده يقول له القولون والانتفاخ وعدم هضم، مرة إسهال مرة إمساك. لكن لو الطبيب اللي راح له المريض جه على باله إن ده ممكن يكون مرض كبدي، فعلى طول بيعمل له بعض التحاليل وبيكتشف إن ده مريض مثلا التهاب فيروسي كبدي. طيب لا قدر الله الإنسان عرف يا دكتور إنه المريض إنه عنده مشكلة ما في الكبد، سهولة وصعوبة التعامل مع أمراض الكبد يعني، وهل في امراض يعني لا قدر الله ما لهاش شفاء، وفي امراض ممكن بعد مراحل العلاج تبقى باذن الله فيها شفاء؟ وطبعا كل ما اكتشف المريض بدري فبيبقى سهل جدا علاجه. ولذلك انا دايما بنصح يعني كل اخواننا ان الواحد مش هيخسر حاجه لما كل سنه يروح يعمل اشعه صوتيه على البطن. على البطن بشكل عام اشعه صوتيه مش حاجه. هل بعد سن معين كمان المفروض يدكر المراه والرجل بعد سن معين؟ ملهاش سن معين بقى الحقيقه يعني، ملهاش سن معين لانه بيصيب جميع الاعمار. تمام. طيب الحقيقه دكتور يعني انا كمريض لا قدر الله المريض بيعرف ان هو خلاص في اصابه في الكبد، من وجهه نظر حضرتك بقى التعامل معاه بيكون ازاي؟ يشخص المرض، الالتزام بالعلاج بيكون ازاي؟ والتخوف اصلا ان انا بسمع ان هذا المريض او هذه المريضه مريضه كبد، الناس بتخاف جدا يا دكتور الحقيقه، وبيبقى طبعا عندها قلق شديد جدا على هذا الشخص المريض. ومش كل امراض الكبد طبعا بتبقى معديه. تمام. يعني هل مثلا احنا بنسمع بالظبط يا دكتور انها معديه يعني اللي عنده دهون على الكبد ده حاجه ما هيش معديه، امراض الفيروسات الكبديه هي الاخطر. صحيح. الفيروس الكبدي طبعا احنا بنقسمه الى A و B و C، دول المشهورين قوي، وفي D و E وفي كذا. الفيروس A ده يعني لو ابتدينا فعلا نتكلم عن الفيروسات، الفيروس A ده بالظبط زي الانفلونزا، مرض بيصيب المريض بيقعد فترة معينة وبعد الفترة ديت يعني ما بيسيبش اي اثار في ده اللي هو دارج بينها اللي هو الصفرة يا دكتور، اللي هو باللغه العاميه الصفرة. وده بيبقى المريض في الاول ممكن قوي يتشخص خطا لانه اول ما بيشتكي بسخونه ووجع في حلقه، ملهاش علاقه خالص بالكبد، ملهاش علاقه بالكبد. ولو الدكتور ما بصش في عينه او شافه كويس ممكن تعدي عليه ويكتب له علاج التهاب حلق ويقعد اسبوع لغايه لما يبتدي تظهر عليه
الأعراض بتاعة الفيروس الكبدي أو ارتفاع نسبة السكر. طبعا المرض ده بيبقى المريض لابد له من الراحة و له يعني طرق في العلاج بسيطة جدا أو جدا. الأغذية كمان دكتور نعرف إنها أغذية معينة. وموضوع الغذاء طبعا مهم جدا. إحنا بنخاف على بقية أعضاء الأسرة هنا. العدوى. هذا المرض بيصيب الإنسان عن طريق الأكل الملوث. يعني خلينا نسأل حضرتك هو فعلا أساسه هو الأكل الملوث. ما يجيش إلا عن طريق الأكل فيكال أورال، يعني واحد نزل الفيروس في البراز بتاعه وتلوث بيه أي شيء وصل للمريض الثاني عن طريق الفم. واحد راح كل أي شيء في حتة مش نظيفة. للأسف يا دكتور الأسرة يعني تسمى الأسرة المصرية دلوقتي بتتعامل مع الأكل الخارجي موضوع خاصة ده مشكلة فعلا. يحتاط جدا جدا لأنه بيكلف المريض كتير، بيقعد تقريبا شهر محتاج راحة تامة. وعزل إلى حد ما دكتور لو دخل في الأول طبعا بيبقى معدي. أول أسبوع أو أسبوعين بيبقى معدي المريض. لكن بنعرف إنه بدأ يشفى لما يبتدي الصفار اللي في عينيه يقل. وطبعا انزيمات الكبد في الاول بتدي قرايات عاليه جدا. يعني انزيم الجي بي تي والجي او تي، الجي بي تي الطبيعي بتاعه غالبا بيبقى لغايه 40، احنا بنلاقي احيانا عيان بيدي 2000 و1000 وكسور. دي ارقام كبيره طبعا دكتور خطيره، يعني ارقام كبيره بتدل على ان خلايا الكبد كلها اصيبت ومتزحمه جدا فرفع الانزيمات في الدم. اول ما تبتدي الانزيمات دي تنزل والصفره تقل من عينين، الصفره طبعا ما بتبانش في عين المريض الا اذا ارتفعت نسبتها في الدم اكتر من 3. بتبان الصفرة في بياض العين وعلى الجلد طبعا. يعني لو زادت بتبان على الجلد. طيب الحقيقة دكتور ده كده بالنسبة لفيروس ايه؟ ده فيروس ايه؟ احنا فيه فيروسات تانية وحضرتك فيه طبعا طرق يعني المريض ده بينصحه طبعا بانه راحة تامة. فيروس ايه ده؟ نظام للعلاج راحة تامة اولا ونظام الاكل. العسل الابيض بيبقى من الحاجات اللي بتريح جدا الكبد في الفتره ديت، والاكل المسلوق الخفيف جدا جدا يبعد خالص عن الاكل العادي لغايه لما يبتدي الصفار اللي في عينيه يختفي ونسبه الصفره ترجع للطبيعي. معناها ان خلايا الكبد المتزحمه دي رجعت لوضعها الطبيعي وحجمها الطبيعي. وشوفي المريض لما بيشفى من المرض ده ولا كأن أصابه شيء، وده بيسيب الإنسان مرة واحدة في العمر. تمام يا دكتور. يعني مفيش مجال إن السفر تتكرر مرة ثانية؟ الفيروس إيه بيسيب الإنسان مرة واحدة في العمر، ده بنشخصه بارتفاع السفرة وارتفاع الإنزيمات والأجسام المضادة. تمام. الأي جي إم. تمام. طيب لو كلمنا حضرتك عن الفيروسات الأخرى البي والسي وفيروساتهم طبعاً. الأخرى هي الخطيرة. مدى الخطورة والعلاج بقى دكتور يعني. الحقيقة الفيروس بي ده خطير جدا، لكن من فضل الله علينا ان في السنين الاخيرة ديت له تطعيم دلوقتي، والطفل بياخده من اول شهر بعد ولادته، فان شاء الله يعني ما بيصابش بيه. لكن الاجيال اللي قبل كده اللي هي ما خدتش التطعيم دي بتكون عرضة لأنها تصاب بهذا المرض. نقله طبعا بيبقى هو ليه تطعيم دكتور معين في وزارة الصحة؟ فيروس بي له تطعيم طبعا في البصل واللقاح. تمام. ووزارة الصحة بتدي طبعا للمواليد يعني. ومهم قوي فعلا الأسرة بجد لو حضرتك بتتكلم عن ده أو في يعني وجود لهذا المرض في مصر، الأسرة بتبقى حريصة جدا على تطعيم ضد كل الفيروس. طفل طبعا لازم يتطعم في أول شهر، وبعد شهر ثاني بياخد جرعة ثانية، وبعد 6 شهور بياخد جرعة ثالثة، ودي بتدي يعني ضمان انه مش هيصيبه المرض لمده 10 سنين على الاقل. تمام. طب الطفل اللي ما خدوش وقت صغير يا دكتور او في السنوات الاولى ممكن ياخده في سن اكبر؟ في اي سن. طب تمام. الفيروس ايه ده خطورته ان هو ممكن
درس بي البي آسف ممكن يؤدي بعد فترة إلى تليف الكبد، إن خلايا الكبد تتحول إلى نوع ثاني خالص من الخلايا وتفقد وظيفتها، وده أخطر شيء، وممكن طبعا لو أهمل يؤدي إلى مرض السرطان. ما قدر الله. الفيروس بي بينتقل إلى الإنسان عن طريق لازم الدم. ما فيهاش مجال دكتور الدم. يعني عن طريق يعني فيروس ايه الطعام الغذائي فيروس بي فيروس بي الدم. الدم. يعني واحد اتنقل له دم ملوث. واحد استعمل مكنة الحلاقة بتاعة يبقى دخل عن طريق الجلد. بالظبط كده. الجلد ولازم يكون في جرح. فرشة الأسنان كمان دكتور. فرشة السنان، صفط الضوافر. ممكن ليفت الاستحمام. ممكن قوي تؤدي. ممكن. فاحنا برضو بنحرص المريض دايما. ابعد خالص. اللي في البيت بنقول له والله خلي لك فرشة سنان اوعى. طبعا المفروض اصلا كده كده كل شخص مكنة الحلاقة بتاعتك اوعى حد يستعملها. قصفت الضوافر الحاجات بعض السيدات بتتجه برضه دكتور لمراكز التجميل وغيرها بقصفات الضوافر المقصات والحاجات اللي زي كده بالذات يا جماعه لازم نخلي بالنا منها قوي وما نستهترش لانه لما بينتقل للانسان بيكلفه كتير جدا جدا. ربنا يخلينا ان شاء الله كل شهر كل عمر مراكز الفيروس دي احنا هنقف مع حضرتك معلش دكتور في فاصل سريع ونرجع مره ثانيه مشاهدينا ونكمل كلامنا عن امراض الكبد. نروح مع بعض ونرجع مره ثانيه. We'll be right back.
ورجعنا مرة تانية مشاهدينا، وما زال اللقاء متواصل مع الأستاذ دكتور سامي عبد الله مرسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأخصائي نظير الجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، والحديث عن الكبد وأمراض الكبد وكيف تعالج. دكتور سامي برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا وقفنا دكتور محرك عند فيروس بي، وإنه لا قدر الله إذا أصيب بالإنسان فإن شفاء منه صعب جدا ومكلف بدرجة. الفيروس بي طبعا برضو المريض بتاعه بيبقى شكوته عبارة عن انه بيحس دايما بالاجهاد، الهضم بتاعه ما هوش مظبوط، الى ان طبعا الى ان يعني المرض يستفحل في الكبد ويصيب مساحة كبيرة من الكبد او يؤدي الى تليف بيدي اعراض اخرى. طبعا الفيروس بي اهم شيء عندنا موضوع ازاي يتشخص. حضرتك شايف ان دي نقطة مهمة في الموضوع نفسه. طبعا ازاي بقى يتم يعني دايما انا بنصح كل واحد في اسرة فيها مريض فيروس بي لازم يعمل يعني تحليل الاجسام المضادة، ودي طريقة سهلة جدا جدا جدا. لان في واحد بيبقى حامل للفيروس ومش ظاهر عليه اي اعراض نهائية. ده بنقول عليه كارير، وده الفيروس دخل جسمه لكن جسمه قادر يقاوم وموقف الفيروس عند حده، ولكن في اي وقت ممكن الفيروس ينشط. لا قدر الله. فده نوع من المرضى. برضه دكتور حضرتك قلت لنا ان فيروس ايه بيشخص يعني ممكن بصعوبه وممكن في البدايه يكون التهابات في الحلق وغيرها. فيروس ليه له اعراض ثانيه، هو بينقل للانسان دم ملوث. هل لابد يكون بقى تحليل دم عشان يعرف انه عنده فيروس بي؟ طبعا ما يبانش غير بهذه الطريقه؟ في يعني هو بيكتشف بالصدفه برضه. اكتشافه بيبقى عن طريق ايه؟ واحد رايح يتبرع بالدم لواحد قريبه. فيقولوا له لا انت معلش عشان ناخد منك دم. ليه يا جماعه؟ ده انت عندك الفيروس. اكتشفنا في التحليله ان عندك الاجسام المضاده للفيروس. واحد تاني رايح الجيش. بالظبط. المريض ده دلوقتي بيعافى من الجيش طبعا، عشان او من التجنيد يعني، على اساس انه يبقى مصدر عدوى للي حواليه. فبيكتشف بالصدفه. يعني كل امراض الكبد بشكل عام دكتور حضرتك نفهم من كلام حضرتك انها بالصدفه؟ مفيش امراض كبد بتظهر اعراضها بالصدفه، لكن يعني في السن الصغير ده بتكتشف بالصدفه. تمام. كمان معاك فيروس بي ممكن يكون برضو في كمان دكتور في العلاج بقى، يعني ممكن حتى تشوف ان في حالات بتيجي مبكرا باذن الله يكون في منها شفاء. في حالات بتكتشف بدري جدا. تمام. وبيبقى الشفاء منها بفضل الله طبعا، وبفضل العلاجات اللي تقدمت جدا. يعني في ادويه دلوقتي نسبه الشفاء بيها زي البراكلود ده حوالي 90%. ما شاء الله. بعد علاج حضرتك شفت طبعا حالات عمليه بهذا الشكل؟ الحمد لله. الحمد لله حضرتك الناس شفيت، بس هو المفروض ان المريض ياخد علاج وقت طويل قوي. هي مشكلته ان هو وقت طويل. اتكلم عن فيروس سي يا دكتور الحقيقه، وفيروس سي وهو انتشار هذا المرض للاسف. وللاسف يا دكتور يعني فتره فترات كنا بنقول ان هو منتشر في القرى، او الناس بتستخدم مياه الترع او المياه يعني مياه الشرب اللي مش علاقه بالميه خالص. احنا كنا بنقول ده يا دكتور. نفهم برضه من حضرتك الكلام الصح في هذا الموضوع، والحقيقه مش شايفينه بس في القرى، احنا شايفينه هو كان انتشر الاول الحقيقه في القرى. صحيح. علشان موضوع كان موضوع العلاج بالهرسيا. بالهرسيا بالظبط. بإبر الترطير المقيئ كان هي اسمها الترطير المقيئ، لان كان اللي بياخدها بيرجع على طول. كان حلاق الصحه بيخش البيت ياخده من بابه يديهم كلهم الابر بتاعت البلهارسيا في الوريد. كانوا بيروحوا في المدرسه الطلبه يوقفوهم طابور ويشيل الابره من ده يديها من ده لده، فكانت بتنقل طبعا الفيروس بمنتهى السهوله. طبعا غلط. بالاضافه طبعا لوجود مرض البلهارسيا في المريض ده بيبقى الكبد حالته برضه يعني اضعف من الكبد. تمام. ليه شايفينه منتشر دكتور الحقيقه؟ يعني ما عادش زي ما حضرتك بتقول ان هو في الريف بس، هو منتشر بشكل كبير. لا هو طبعا منتشر يعني نسبته من ايه بقى يا دكتور؟ حوالي 15% من استعمال الخاطئ. الاستعمال الخاطئ لادوات المريض. لادوات المريض. تمام.
موضوع ان انا اروح احلق دقني بموس بتاع واحد تاني ده منتهى الخطورة يا جماعة، دكتور والله يا ريت حضرتك تبقى فعلا متأكد على هذه النقاط، لأن الناس برضو ما تبقاش منتهى الخطورة يا جماعة ان الواحد يستعمل الموس اللي حلق بيه فرد تاني، حتى الشفر اللي بيتحط جواه الموس يتعاص من دم المريض. انا ما اعرفش اللي حلق قبلي ده مصاب بالمرض ولا لا. صحيح، هو نفسه شخصيا ممكن ما يكونش يعرف ان هو عنده مرض دكتور زي ما بس ان انا بحلق واصبت بجرح وهو بيحلق خلاص كده دخل الفيروس الموس الحلق، لما بيدخل الفيروس على طول بيتكون له حاجه اسمها الاجسام المضاده. بيقعد المريض حوالي 6 شهور على ما تظهر عليه الاعراض ويظهر ونقدر نشخصه حتى في الاول. الفيروس سي الحقيقه يعني علاجه مش صعب بس مكلف جدا. وطبعا المريض لينا شروط كتير قبل ما نعالجه، لان بيعالج بانواع من اسمها الانترفيرون دكتور مش عارفه الانترفيرون بالظبط. هل ده فعلا علاج يعني جيد للمرضى ولا لا؟ لانه كان في كلام الحقيقه الى الان الشيء اللي ظهر يعني، ولو ان شاء الله بعد سنتين هيظهر حاجات ان شاء الله علاج ادويه بالفم يعني. لكن الى الان الانترفيرون طويل المفعول اللي هو الفيديوليتد انترفيرون مع الريبافيرين، لازم الاثنين مع بعض. الريبافيرين دي كبسولات هي المسؤوله عن قتل الفيروس اساسا. طيب المريض قبل ما بنديله الانترفيرون بنفتش في جسمه على وظائف الكبد. طبعا اهم وظائف الكبد هو انتاج ماده الزجاج. إذا اتأثرت إنتاجية مادة الزلال أو قلت، معناها إن هذا الكبد ابتدى يخش في عملية فشل لا قدر الله. فده طبعا بيبقى الإبر الإنترفيرون مش هتفيده ويمكن تضر. ودي نقطة مهمة يا دكتور، يعني إذا كان في أهل مريض برضه عندهم هذه الإصابة وإنه الحالة واصلة لفشل كبدي لا قدر الله، فما فيش داعي بقى للتفرق، حضرتك شايف ده؟ لا طبعا الدكتور هو اللي بيحدد المريض، لانه بعض الناس الحقيقه يعني بتذهب وراء الشفاء يعني باي وسيله. بس يعني احنا بنتمنى ان كل الناس تكون حالتها مناسبه لانها تاخد الابر، احيانا لا. لكن احنا قبل المريض ما بنوافق له على موضوع الانترفيرون والريبافيرين في 15 تحليل بنعملهم للدم، وبالاضافه الى تحليل البي سي ار، وده اهم حاجه اللي بيشخص هل الفيروس نشيط ولا لا، لان ممكن الواحد يكون الفيروس دخل جسمه والجسم قادر يقاوم، فبيبقى التحليل اللي بيعد الفيروس في الدم مش مدي عدد. وده مريض بنقول له حافظ على نفسك وكل سنه تراجع الطبيب تعيد البي سي ار ده على اساس يتعرف هل بدا الفيروس ينشط او انت حالتك. طيب الحقيقه بنسمع يا دكتور عن التليف الكبدي لا قدر الله، يعني ايه التليف الكبدي بقى دكتور؟ وهل اذا وصل الكبد لمرحله التليف مفيش علاج ولا ممكن يبقى في حل؟ والله التليف الكبدي ده قلنا من الامراض اللي بتصيب الكبد و بتصيبه يعني في مساحه كبيره من الكبد، فيها الخلايا الكبديه بتتحول الى صوره ثانيه اخرى بتفقد وظيفتها، والتليف طبعا بيبقى عباره عن درجات يعني اف 1 و2 و3 و4، لو اف 4 ده بيبقى تليف كامل. الدكتور لما بيحط ايده على المريض بيحس حاجه زي يعني زي الجدار، حاجه ناشفه، وبيبقى الفيروس نفسه اتغير شكله ووضعه وطبعه ووظيفته. يبتدي العيان ده او المريض ده يشكو من الكسل الفظيع، سوء الهضم، موضوع ان يبتدي نقص مادة الزلال في الدم بشكل كبير،
جلنا المريض، وده اللي بيزعل الطبيب جدا جدا، جلنا المريض بحالة غالبا ملهاش علاج، بيجيلنا بطن مليانة مية اللي هو الاستسقاء، وورم في رجليه، ميل للنزيف. لما الكبد بيحصل له التليف ده، في وريد واصل بين الكبد والطحال اللي هو الوريد البادي. الوريد ده لما بيعلى فيه ضغط الدم، الوريد ده بينقل الدم طبعا من الامعاء الى الكبد، وبعدين في وريد بيوصل بين الكبد والطحال، بيحصل تضخم بعد كده في الطحال، الدم لازم يلاقي له مخرج او سكه ثانيه، فيبتدي يعمل حاجه اسمها دوالي في المريء او ردع في جدار المريء تتمدد، والمريض ده بيجيلنا بحاله بينزف دم، وبينزف كميات كبيره من الدم، وده ممكن لو اتساب ساعتين او ثلاثه ممكن يتوفى. في احيانا بينزف من تحت، اللي هي زي البواسير، وبيجي يقول انا عندي نزيف من تحت وعندي بواسير وبتاع، الدكتور بيحط ايده على كبده وبيلاقي ان ده عيان تلوث في الكبد، ما بيبقاش عارف، او بيحصل له حاجه تمدد ل وريد على السره اللي هو الكبوت ميدوزا، ودي برضو من اعراض ارتفاع ضغط الوريد الدم. مش عارفه يا دكتور الحقيقه، بس من كلام حضرتك نفهم انه يعني لحد كبير امراض الكبد فعلا مش مكتشفه عند الناس، مش بتبقى واضحه اعراضها قوي عندهم، في خلط بينها وبين امراض تانية زي مثلا فيروس زي ما حضرتك قلت، بس طبعا الكلام اللي احنا بنتكلمه حضرتك دلوقتي مش طبعا فيروس ايه. فحضرتك شايف ازاي يعني يبقى في وعي اكتر بانه امراض الكبد، يعني لانها لا قدر الله اذا ما اكتشفتش بدري بتبقى مشاكلها خلاص ما لهاش حل. او هو احنا مشكلتنا ان الناس ما بتحبش تعمل فحوصات او تحاليل. صحيح، هي دي النقطه، يعني بيتهيألي المدخل هو فعلا الفحوص الطبيه على فترات، حتى نقدر نقول انا سنوية. كل يعني واحد في اسره فيها مريض كبد ضروري يعمل الاجسام المضاده للفيروس بي والفيروس سي، ودي حاجه بسيطه جدا وغير مكلفه يعني. طب بالنسبه للسم يا دكتور، هنعرف من حضرتك الحقيقه، ولكن هنروح مع كل الساده المشاهدين لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه ونكمل كلامنا عن الكبد وامراض الكبد وكيفيه العلاج.
رجعنا مرة تانية مشاهدينا مشاهدي النيل للتعليم العالي، وما زال اللقاء متواصل مع الأستاذ الدكتور سامي عبد الله مرسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأخصائي مناظير الجهاز الهضمي في المعهد القومي للكبد. مرة تانية برحب بحضرتك. كنا وقفنا مع حضرتك على التوعية المطلوبة للناس عشان يبقى في وعي بإنه في أمراض كبد وإنه نقدر نقي أنفسنا بإذن الله من شر هذه الأمراض. وكنا بنتكلم حضرتك عن السن، هل السن له عامل برضو أو التاريخ الوراثي أو التاريخ المرضي لهذه العائلة هي عوامل برضو تدخل في الموضوع؟ ولا يورث، لكن أحيانا بتجيلنا عائلات من بينها مصابة بالمرض باستعمال الأدوية. ما هو لأنها مع بعضها يعني دايما بتلاقي الطفل بيحب يقلب أبوه، يمسك مكان وهو صغير يمسك مكانة الحلاقة بتاع بابا هو بدون وعي ويحلق بيها. لو أبوه مصاب لابد الطفل يسقط. استعمال أدوات المريض هي الشيء اللي بيلوث بدم المريض. طيب الحقيقة دكتور بنسمع عن زراعة الكبد. أولاً برضو اللي عايز أضيفه للموضوع ده موضوع يعني في بعض الناس بتفتكر إن الفيروس بي أو السي بينتقل عن طريق الأكل أو الاستعمال المعلقة أو الشوكة بتاعت المريض أو الطبق أو لا. الفيروسات البي والسي ما بتنتقلش إلا عن طريق الشيء اللي ملوث بالدم والشخص. يعني ممكن نأكل ونشرب كل حاجة بس برضه والله يبقى في حرص بأكل، لكن الدم ده هو الأساس في الدم. وطبعا ممكن برضه بتنقل عن طريق الجماع من زوج لزوجته واللي بنسبة أولى الجماع. طيب زراعة الكبد وهل هي حل لمشكلة الكبد؟ وعايزين برضه نعرف حتى يا دكتور يعني إن بعض الناس الحياة بتجري ورا العلاج فبتضطر للسفر للخارج أحيانا والصين ودول غيرها يعني بدأت تظهر فيها هذه الموضوعات الخاصة بزراعة الكبد. بداية هي حل فعلا يا دكتور سليم ولا لأ؟ ونعرف من حضرتك بقى يعني حب الناس طبعا للعلاج وللصحة إن هم بيسافروا للخارج أحيانا عشان يدوروا على زراعة الكبد. والله هو موضوع زراعة الكبد الحقيقة برضو نعمة كبيرة من الله والطب طبعا يعني أساسا. الكبد مش زي الكلى لازم ينقل كاملا، لا ينقل فص أو جزء من الكبد وبينمو بعد كده. وحتى المريض اللي بيتاخد منه الجزء اللي هو الدونر ده اللي بيدي برضه بيرجع تاني كبده الى وضعه الطبيعي بعد فتره. دي نقطه مهمه، بيستكمل مره ثانيه؟ بيرجع وضعه الطبيعي تاني وده شيء كويس جدا. لكن طبعا العمليه مش كل واحد ليها شروط طبعا يا دكتور، معايير عشان اقدر ازرع كبد. ايه بقى هنعرفها؟ موضوع السن اولا، يعني يستحسن انه يكون اقل من 50 سنه. اقل من 50 تمام. طبعا ما يكونش ده المتبرع والشخص اللي بيتبرع له دكتور؟ لا، للي بياخد الجزء ريسيفر. طبعا بالنسبه لموضوع السن احنا قلنا اول حاجه. الشيء الثاني طبعا ما يكونش مرض سرطاني مستفحل في الجسم، يعني مرض ما يجيش على واحد صحه سرطاني بدا في المعده البرايمري او الجزء الاولاني والمحطه النهائيه هي الكبد واجي انقل، لا ده منتشر في الجسم كله وبرضه ما بينفعلوش. طبعا الشروط ان يعني نسبه الصفحه يعني يكون ليها حد معين عشان ما يتاثرش المخاط العملي. المريض ده طبعا بيفضل طول عمره ياخد علاج اللي هي الادويه اللي بتقلل المناعه عشان الجسم ما يرفضش هذا العضو الحديث. تمام. الحقيقه دكتور عمليه اكيد شفت حاجات، حضرتك شايف حاجات زراعه الكبد في مصر يعني وصل لمستوى جيد دلوقتي بدات في الحاجات العالميه من اطباءنا جراحين الكبد بداوا يعني يدوا نتائج كويسه جدا جدا. الحمد لله ونتمنى باذن الله. طبعا موضوع الدونر اللي هو اللي بيدي الكبد ده لما بيبقى واحد من اهل المريض بتبقى العمليه اسهل عشان نبعد عن التجاره برضه. الحكايه مكلفه جدا. طبعا الحقيقه دكتور موضوع برضه مرتبط بموضوعنا اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وهو دوالي المريض.
عايزين برضو نعرف من حضرتك هذا الموضوع وارتباطه بأمراض الكبد. موضوع دوار المريء الحقيقة احنا زي ما قلنا قبل كده بيبقى سببه ارتفاع ضغط الوريد البابي الكبد. لما بيرتفع ضغط الوريد البابي الدم فيه لازم يلاقي له سكة ثانية، بيحمل الأول على الطحال ويتضخم الطحال جدا، وده طبعا كل مريض طحاله متضخم أكثر من 15 أو 16 سنتي المقاس في الأشعة الصوتية بنصحه إن هو يعمل منظار للمريء، ولو إن الناس بتفتكر كلمة منظار دي حاجة كبيرة جدا وهي يعني موضوع سهل جدا جدا جدا، وبس هو يعمله في مكان آمن عشان التعقيم مهم أوي. موضوع الدوالي طبعا لما بيرتفع ضغط الوريد البابي بتبتدي الأوردة اللي في جدار المريء بيها تضخم. الوريد المفروض ما يعني احنا لما بندخل بالمنظار المفروض ما يعني ما بنشوفش الأوردة دي خالص، هم حوالي أربع أوردة زي أربع أعمدة احنا بنشوفهم كده على جدار المريء من الداخل. طبعا الدوالي فيها جريد 1 يعني درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة. الجريد 1 اللي هي الدرجة الأولى يا دوب بيبان الوريد كده تحت الغشاء المخاطي كخط رفيع خالص، وده بيبقى لسه في الأول ممكن يعني بالعلاج يقل بسرعة. الجريد 2 اللي هو بيبقى حجمه أكبر شوية. الدرجة الثالثة اللي هي الجريد 3 بيبقى أزيد. الجريد 4 بقى ده اللي بيبقى فيه حاجة اسمها ستروبيري اللي هي زي حتة الفراولة، ده بيبقى خلاص هينزف بقى. يعني ده الدكتور لما بيشوف حاجة زي كده غالبا بيحقن هذا الوريد بمواد تعمل تجلط للدم فيه عشان المريض ده لما بيرجع الحقيقة دم بتبقى حالته سيئة. أولا بيفقد كمية كبيرة من الدم، ثانيا بيبقى عايز علاج لفترة طويلة، وممكن بيستفيد إذا اتلحق بسرعة. تمام، نتمنى كل الناس الشفاء دايما يا دكتور. الحقيقة نتكلم مع حضرتك عن البلهارسي برضه بتوسع أكتر مرة تانية، وإحنا أشرنا ليها البلهارسي وتأثيرها على الكبد يا دكتور، وهل هي لسه موجودة في مصر؟ يعني في فترة من فترات يمكن وإحنا أصغر سنا كان في حملات إعلامية كبيرة جدا عن البلهارسي، لو حضرتك تتذكر هذه الحملات، وكانوا بيأكدوا جدا على انتشار هذا المرض. الحقيقه ما عادش فيه هذه الحملات الاعلاميه، فهل ده لانه في انحسار للمرض ولا لانه ما فيش اهتمام؟ الحقيقه مرض البلهارسيا كان من اخطر الامراض اللي بتصيب الفلاح المصري. لانه كان بينزل يروي الارض وهو طبعا حافي القدمين، وهي بتتنقل عن طريق النيراسيديم لما بيخترق الجلد بتاع المريض يحس بشكه زي شكه الدبوس، وبيخش الدم هذا النيراسيديم وبيتحول بعد دوره في الدم الى الدوده، دوده البلهارسيا. دوده البلهارسيا دي مشكلتها انها بتيجي عند الكبد، بتخش في الوريد البابي، بتتنقل برضه عن طريق يعني بعد كده الى الكبد، وتعمل حاجة اسمها بيريبورتال فايبروزيس، يعني حوالين الوريد البابي تعمل تليف، ومع طول مدتها برضو بيتحول الكبد الى كبد متليف ويحصل ارتفاع في لسه موجود يا دكتور المرض؟ الحقيقة من فضل الله على الشعب المصري بالذات يعني وعلى العالم ان اكتشف علاج البلترسيد ده في الثمانينات، في اوائل الثمانينات، وده بيتاخد عباره عن حبوب بتتاخد 40 ملي جرام لكل كيلو جرام للمريض.
بيحسبها الطبيب طبعا، الحباية فيها 600 ميلي جرام، فالدكتور بيحسبها، المريض بياخد يمكن 4 حبايات أو 5 حبايات على حسب وزنه، بياخد جرعة ولو كان المرض مستفحل قوي، لأن احنا بنعرف يعني بس محصور شوية دكتور الحمد لله دلوقتي؟ اتحصل طبعا كتير جدا الحمد لله، احنا بنعرف الـ 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 يعني مدى خطورة إصابة المريض بالبهارسيا بالأجسام المضادة للبهارسيا في الدم. بتبدأ من 1/80 إلى 1/1260. طبعا لما أنا بلاقي مريض 1/1260 معناها إنه كان مصاب بالبهارسيا في وقت من الأوقات بشدة، لأن الأجسام المضادة عالية جدا، فده جرعة واحدة ما بتكفيهوش. بديله كذا جرعة على فترات وأتابعه بقراية الأجسام المضادة بعد شهر وشهرين، هي يعني ما بتختفيش بسرعة طبعا، في خلال 6 شهور إذا ربنا أكرمه واختفت بيبقى فضل عند ربنا طبعا. وهو المريض البلهارسيا دلوقتي الحمد لله بقى له علاج، لأن الأول كان صعب جدا علاجه، وطبعا أكثر مريض شفنا فيه جميع أعراض التليف والبلهارسيا و رحمة الله عليه الفنان عبد الحليم حافظ الله، هذا كان بالهارسيا. هل ترسمي احنا سعداء جدا بلقائنا بحضرتك النهارده ومشكورين جدا لوجود حضرتك معانا، لكن الحقيقه دكتور لو حضرتك بتلخص كل هذا الكلام اللي فهمناه من حضرتك النهارده لكي نقي انفسنا باذن الله شر امراض الكبد، الفحص الطبي كل فتره ده شيء ملائم جدا، عدم استعمال ادوات الغير، حضرتك لو هتاكد مره اخرى على الناس اللي بتشوف حضرتك دلوقتي يعني في هذا الموضوع هتقول ايه؟ موضوع الفيروس ايه؟ الاكل. يا جماعه ما كلش حاجه مش مستوية كويس، مش محطوطة في النار مدة طويلة، لأن الأكل هو المصدر الرئيسي للفيروس A. أو طبعاً لو في عندي مريض في البيت وأنا استعملت أدواته زي فوطه أو معلقته أو شوكته، ده اللي بيتنقل عن طريق يبقى كده خلاص إصابة الأدوات اللي بياكل فيها المريض. حتى الحمام بتاعه بننصح إن المريض بعد ما بيقوم الحمام بنحط شويه ديتول او حاجه مطهرات عشان بالنسبه للفيروس بي والفيروس سي، دول استعمال الحاجات الملوثه بدم المريض او نقل الدم نفسه من واحد مصاب بالمرض. صحيح. يعني لابد الواحد يحتاط جدا، وبرضو في العمليات الجراحيه نتقي الله في التعقيم. صحيح. تعقيم الادوات الجراحيه المستخدمه في العمليات الجراحيه ممكن بتنقل المرض للجراح نفسه للطبيب نفسه. صحيح. لو اتشك بالابره. صحيح. وللمريض المظلوم اللي ما يعرفش. ما يعرفش الاجهزه المعقمه. فالتعقيم التعقيم التعقيم مهم جدا. أستاذ دكتور سامي عبد الله مرسي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأخصائي لمزيد الجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، بنشكر حضرتك جدا. أهلا وسهلا بك. نتمنى يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك. أهلا وسهلا بك وسعيد بلقائكم، وأرجو أن السادة المستمعين يكونوا حصلوا فايدة مننا يعني إلى حد ما. ربنا يخليك دكتور، احنا والله بنشكر حضرتك جدا على هذا الصراحة. بنشكرك جدا دكتور، كمان بنشكر كل مشاهدينا مشاهدي التعليم العالي واللي تابعونا النهارده في كلامنا عن الكبد وامراض الكبد وتلفيق العلاج. نشكركم مشاهدينا على وعد اللقاء الجديد وحلقه جديده من نقطه تحول.